اللي حالة بيمارس كمان. العنف ده مريض، اللي هو جزء من طبعه، اللي هو تقول له كلمة يقوم جاي مديها 10 كلمات وخبطه، او بتناقشه في موضوع تقوم جاي رصاله مجموعة من الحاجات اللي تزعله وتهينه وتضايقه. هل ده شخص مريض؟ احد الاشخاص المعنفين بيبقى مريض، هو تنشئته النفسية هو طالع كده، عنده سلوك غير سوي، عنده تصرفات مضطربة. ففي من الناس اللي بتمارس العنف دي ناس عندها مرض نفسي بيمارسوه ضد الآخرين. في ناس تانية بيبقى ما عندهمش المرض، وهم سلوكياتهم مع الآخرين سلوكيات سلمية، عندهم تواصل سلمي مع كل الناس، ولكن تم تعزيز بعض الأفكار في دماغه زي ما تفضل دكتور عمرو وقال بأن هو ده السلوك المناسب عشان تقدر تسيطر على بيتك، لأن أنت في مجتمع شرقي ما ينفعش أن مراتك تبقى بتاخد معك قرارات وتحكم بيتك. صحيح. فلا، بعضهم مش مرضى، بعضهم بيكتسب الصفات والسلوكيات دي، ممكن على فكرة من قعدة بسيطة مع أصحابه، ممكن من بوست يقراه على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي فيبدأ أنه يمارس عنف عشان هو كده بيحس بأن هو المسيطر، أو أن هي الناحية التانية تبدأ تمارس عنف لأن سمعت من أصحابها أن خدي بالك احنا كنا متسامحين مع أزواجنا وتعرضنا لخيانة في وقت من الأوقات، فلا شك فيه ورقبيه ورقبي تصرفاته. فنلاقي أن هم كانوا عايشين حياة طبيعية وحياة سوية جدا، بس بدأوا يتأثروا بالأفكار وبالبيئات اللي حواليهم، ما قدروش يعملوا مناعة قوية للبيت. كمان عندنا دكتور عمرو ممكن يبقى الاثنين كويسين جدا، مرة واحدة طرف من الطرفين بدأ يتعاطى المخدرات ويدمن المخدرات، طبيعي ان في وقت من الاوقات سلوكياته هتبقى عنيفة مع اولاده ومع اهل بيته. طب هل في وتيرة؟ يعني مثلا موقف استدعى، وده خطأ، استدعى تصرف عنيف، رد فعل ما بيتصرفش غير محسوب عنيف، ولكن مش من طبعه العنف ده، او هي استخدمت عنف لفظي شديد تجاه زوجها وهي مش من طبعها ده، بس اتعرضت لضغط شديد منه في الموقف ده، هل ده شخص يخشى منه ولا ممكن يلتمس له العذر والدنيا تمشي؟ هنا بنلجأ لمبدأ وما نعملش الوقفة اللي دكتور عمرو قالها من البداية. طالما دي حاجة استثنائية مش حاجة أساسية في الأسرة، وارد أي حد فينا أنه هو في لحظة من اللحظات يعني. بالظبط، في لحظة من اللحظات ما يقدرش يدير غضبه ويتحكم فيه بشكل كويس فيغلط في الطرف اللي قدامه، احنا مش هنمسك العصايه ومش هنحاكم بعض زي ما دكتور عمرو دايما بيتفضل. بالظبط. ولكن احنا هنا هنلجأ لفكره ايه، انا مش هرد ده باساءه دلوقتي، طيب خلاص انت خلصتي التصرف اللي عندك، تعالي نقعد مع بعض ونشوف الموقف فيه ايه، لان انا ما كنتش متوقع. مش كل الناس بقى عنده الحته، ما هو احنا بقى دكتور عمرو هنا عشان كده ما هو متهان او هي متهانه، فمش هقول تعالى نقعد مع بعض، ما هو هنا كرامه بقى هنا. خليني اقول لحضرتك حاجه لطيفه جدا قالتها بنت عندنا في تدريب، قالت انا لما اجي اتصرف اي تصرف مع ولادي او مع جوزي، انا قبل ما اعمل التصرف ده انا هشوف اخره ايه، اخر النتائج اللي هتحصل بناء على تصرفي دلوقتي هتوصل البيت ده لفين، واحسب واشوف انا فعلا اتصرف او اقول الكلمه دي واشوف هي ممكن تودي البيت بتاعنا لفين، فبناء على كده هاخد القرار ده او مش هاخده. والله احنا عشان كده مهم ده اعصاب هاديه، لكن ساعه الزعل، ساعه الغضب، ساعه الشيطان لما بيتدخل بيبقى في حسابات تانيه. يا دكتور خلينا نكلم الساده المشاهدين على طول مباشره. فضل. كده يا جماعة الخير، بعد إذن حضراتكم خليكم واضح قدامكم حاجة مهمة قوي، إن إعطاء لنفسكم إن أنتوا تسموا بعض السلوكيات اللي عندكم دي إن ده طبع وإن دوت أنا ماليش سيطرة عليه، كل دي أكاذيب وأوهام، ده مش حقيقي. إحنا قادرين نسيطر، واللي مش قادر يسيطر ببساطة خالص يروح يتعلم ويتدرب. أنت دلوقتي لازم نعرف دلوقتي، بكلمكم بصراحة، العنف ده مدمر، فانت لو حد قالك في بيتك في قنبلة هتعمل ايه؟ لو صح. في حد قالك في بيتك في نار وفي لهيبة هتشتعل في البيت كله هتعمل ايه؟ ببساطة خالص انا بقول للناس، انت وبتمارس العنف انت مش عارف الانفجار ومش عارف الكانسر هيحصل امتى، لانه ممكن واحد بكلمة خلصنا. والعنف بالظبط عامل في نفس الإنسانية زي الكانسر. صح. انت مش عارف هينتشر بينتشر منين. واحده هي حست ان هي كان عندها امل كبير فيك فعنفتها، فمش انت نزلت سقف توقعاتها، انت دمرتها. بتقول لك ده دمرني، انا جايه له ومنتظره وابويا متوفي وانا منتظر ان هو جاي، فهو جاي بيقول لي انت بتدلع. انا حسيت ساعتها ان الموضوع انتهى. هي عنف دوت عنف عاطفي، على عنف لفظي، على عنف كده، فهي تحس ان حياتها انتهت. فيا جماعة الخير انتوا لازم تفهموا، اذا لم تدر عنفك واذا لم تدر مشاعرك انت تشعل البيت نارا،
فما تقدرش انت بعد كده تلم النار دي. ليه؟ انا بقول للناس ان العنف اذا خرج من العنيف لا يستطيع رده، لانه خلاص هو بينشتعل وبينتشر ولا يمكن تسترجعه مره ثانيه. ممكن كلمه تظل محفوره في اللي قدامي في قلبه، كل الناس وهترد له يا دكتور عمرو بس باشكال مختلفه. اللي هتزرعه دلوقتي يعني هتحصده. ممكن تقول له كلمه، الكلمه دي يفضل هو مخزنها يطلعها في كارثه. صحيح. هو الشخص العنيف ده بيفتح المتواليه، تفضل متواليه تشتغل، وتفضل هي بتعاقبه، ويفضل عندها مبرر للعقاب والانتقام، لان هي شايف، لان هي دايما اقول كده للناس لما بيستعملوا عنف، انت لا تحاسب على مقدار ما برز منك من عنف، ولكن بمقدار ما حدثته من اثر في الشخص المعنف. مظبوط. فهي حاسه دلوقتي ان انت خليتها لا شيء، فبتحاول توصلك الى انك لا شيء. يعني اهم مصدر للانتقام في الاسره هو العنف. لان العنف بيعمل ايه؟ بيحس الانسان ان الشخص اللي قدامه ده ما شافوش. الشخص دوت مارس معه كل اشكال الاذلال. وبدون ما يكون وبدم بارد، فهو بيعتبر ايه؟ بيعتبر ان هو بيفوقه. بص حضرتك، كل بقى الانتقام بقى مبرره، بفوقه، بحسسه بقيمتي، برجعه تاني لرشده، بخليه يعرف يعني ايه ست، بخليها تعرف يعني ايه راجل، بخليها تحس بان هي في اسره وفي اولاد. فكل هذه الأشياء مع كل مرة في عنف مضاعف فيها.